السلام عليكم، مساء الخير مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيكم في موضوعنا الثاني لليوم، وهو موضوع مهم جدا يتعلق بموردي الخدمات. أتمنى بس إذا زميلنا يفتح لنا الشات، بس نتأكد إنه الجميع شايف الصورة وسامع الصوت بشكل جيد. بس أعطوني كذا confirmation إذا الكل سامعني وشايفني بشكل جيد. طيب ممتاز ممتاز، خلاص اوكي ممتاز. طيب ما نحتاج، بس هالمره عفوا، بس ركزوا معي، لا حد يكتب اسمه، ما نحتاج الان كتابه الاسامي، لانه راح نوجد طرق اخرى في استلام المعلومات، لانه ما زال فريق العمل والزملاء ياكدون لي انه بيتم استلام الاسماء بشكل مش واضح، وفي بعضها مكتوبوها بشكل مفرد والمعلومات ما بتجينا بشكل جيد. ولكن تقدروا، اي الناس اللي وصلهم ايميل من منشات بالرابط، في حال انه عندك اي استفسار يخص اي شيء للدوره او تسجيلك في الدوره، او اي استفسار تحتاج اجابه منه من المنشآت، ارجع سوي اعاده ارسال لنفس الايميل اللي جاك منه الايميل بالرابط. تمام؟ طيب خلينا نغلق الشات الان، وراح نفتحه في حال انه حبيت اشوف بعض مشاركاتكم، لانه بحاول انه استخدم اسلوب تفاعلي معاكم، نشوف كيف ممكن في بعض الاحيان لما نسال سؤال كيف ممكن تجاوبوا علينا. ومع ذلك واحنا ماشيين في الموضوع، برضو لو عندكم سؤال تقدروا تسجلوه في خانه الكيو ان اي، خلونا نشوف اسئله كذا نحاول ناخذ منها قدر المستطاع ونجاوب عليها في ظل الظروف الحاليه. طيب أتمنى تكونوا شايفين الآن البرزنتيشن. طيب الأجندة عندنا، عندنا إدارة مقدمي الخدمات وقت الأزمات، هذا هو موضوعنا لليوم أو للجلسة الثانية. حيكون عندنا مقدمة عن الموضوع، حنتعرف على سلسلة التوريد supply chain. هذا موضوع مهم جدا، لازم نتطرق للمفاهيم. انا اعرف انه في الكثير منكم له تخصصات مختلفه، في اطباء، في مهندسين، في ناس كثيرين غير متخصصين في اداره الاعمال، وفي كمان منكم المتخصصين او اللي عنده خلفيه جيده حتى لو ما كان تخصصه. ففي بعض المواضيع احيانا قبل ما نتطرق لها بناخذ مفهوم سريع كذا او تعريف سريعه، اتمنى انه الناس اللي عندهم معرفه يتقبلوها، وعلى اساس انه برضه نعطي المجال للي ما عندهم خلفيه على الموضوع انهم يدخلوا معنا في المود، ونبدا بعدها ناخذ هالمواضيع ونطبقها في الازمه الحاليه والموقف الصعب اللي احنا الان عايشين فيه، على اساس نفهم كيف نضمن استمراريه اعمالنا بدون توقف. عندنا مفهوم اداره سلسله التوريدات، طبعا لاحظوا رقم 2، سلسله التوريد شيء، إدارة سلسلة التوريد بحد ذاتها شيء آخر، السبلاي تشين غير إدارة السبلاي تشين. ماذا يمكن فعله للتحضير لمواجهة أزمة كورونا؟ وآخر موضوع اللي هو راجع تصميم سلسلة التوريد لديك. طيب. أول شيء، يعني أزمة زي اللي احنا فيها مستحيل أحد يتوقعها. هي الأزمات من هذا النوع تجي بشكل مباغت، تجي بشكل سريع غير متوقعة، ما حد يدري إنه في أزمة بتوصل لهالمرحلة، وما حد يتوقع هذه التقلبات السريعة اللي تغير من التوازن الطبيعي اللي كنا عايشين فيه. عشان كذا يعني واحدة من الأشياء المهمة جدا في التخطيط حتى قبل وأثناء برضو والتعامل فيها أثناء الأزمة، اللي هي سلسلة توريد الخدمات والمنتجات اللي عندك، أو تتعامل مع الموردين كيف تتعامل معهم، لازم تتصرف قبل حدوث هذا الانقطاع اللي بنتعرض له. لازم تعدل خططك الاعتياديه بخطط جديده وتنفذها، بدل ما انت تبدا من الصفر في كل مره تطلع لك فيها ازمه. لازم تكون عندك تخطيط مسبق. لو تتذكروا موضوع اعداد السيناريو امس، كان يتطرق لمسألة إدارة سلسلة التوريد، وأنه من الضروري جداً لازم تحط خطط بديلة وترسم أكثر من سيناريو لمسألة إدارة التوريد. معلش أستاذ بكم، بس
سيتم يعني الكلام او تناول هذا الموضوع في ظل الازمه اللي احنا قلنا عليها الان، ازمه انتشار كورونا، بس ما راح ناخذ هذا الموضوع على مستوى بلد او مستوى دوله، راح ناخذه على مستوى منظماتنا احنا واعمالنا الخاصه، سواء اذا كنا موظفين في الشركات او كانت عندنا اعمالنا الخاصه بغض النظر عن حجمها، حتى لو كانت صغيره جدا جدا. يعني حتى لو كنت او كنت ضمن فريق اسره منتجه، راح تحتاج التعرف على هذا الموضوع وتحاول تحط خطط وتعدل في خططك الحالية. طيب، أفضل استجابة للأزمات الحالية أو الوضع الحالي، دائما دائما أن أنت تكون مستعد. كيف تكون مستعد؟ تكون مستعد بشكل مسبق. يعني لاحظوا أنه حتى دائما نقول في أثناء الأزمات، وإحنا نتكلم في المواضيع، بس برضو دائما نذكر انه مدى استعدادك مسبقا هو اللي حيأثر عليك الان، او حتشوف نتائجه الان في اثناء الازمه. لانه عدم استعدادك راح يخلي الان الخيارات المتاحه لك محدوده جدا جدا جدا. لو انت من البدايه كان عندك اكثر من سيناريو للتصرف مع اي ازمه، حتى لو كان لازمات مختلفه تماما عن الازمه الحاليه، لانه احنا قلنا ازمتنا الحاليه غير متوقعه، قلنا هذه أزمة تصير بشكل مفاجئ، ما ندري أنه راح يصير كذا، ما ندري أنه هذا اللي قاعدين نتعرض له كله بيصير، ما ندري عن هذه الخطوات والإجراءات اللي بتصير لحماية المجتمع. فبالتالي أنت لما تكون راسم أصلاً سيناريوهات من أول ما قبل مختلفة، تقدر تأخذ هذه السيناريوهات وتحطها مع بعض عشان تخدمك. فمدى جاهزيتك أول والسيناريوهات اللي أنت حطيتها هي اللي بتعطيك عدة خيارات، بينما لما تيجي الآن وتبدأ تشوف الخيارات المتاحة الآن في الوضع الراهن وانت ما خطط ولا جهزت لشيء، راح تلاقي الخيارات اللي قدامك محدودة جدا. ومع ذلك شوف، ومع محدودية الخيارات دائما توجد تدابير يمكن اتخاذها الآن دائما. يعني مو معناه انه انا ما جهزت قبل الأزمة خلاص، يعني انا لازم استسلم الآن وما أتصرف وما أسوي ولا شيء، لا، تقدر وفي تدابير حتى لو ما كنت مستعد بالكامل. وبالرغم من أن تبعات أو يعني هذا، ومع ذلك يوجد تدابير يمكن اتخاذها حتى الآن حتى لو لم تكن مستعدا بالكامل، وعلى الرغم من أن تبعاته طويلة الأجل لم تنتهي بالكامل، اللي هي الأزمة لسه ما انتهت، ولا نعرف متى تنتهي ولا نعرف كيف تنتهي. هذه الأزمة قاعدة تعطينا دروس كثيرة وبتفتح عيوننا على أشياء كثيرة، وعلى طرق عملنا وعلى طرق تفاعلنا وعلى طرق تعاملنا مع الموردين للخدمات أو البضائع أو المواد الخام اللي إحنا بنتعامل معاهم لأجل الأزمات المستقبلية. بمعنى الآن لو أنت مثلاً كنت بتتعامل مع مورد معين بيعطيك مواد خام، أعطون يعني خلونا نأخذ مثال، يعني نفرض أن أنت الآن مطعم، أخذنا المطاعم لأنها مثال سهل. المطعم عنده موردين معينين بيوردون له، طبعا سلسله التوريد فيها اشياء كثير وانا الان بتطرق لمفهومها وتعريفها، بس خليني اتكلم عن موردين البضائع اللي انت تستخدمها في الطبخ واعداد الاصناف المختلفه من الاكل. ففي مورد مثلا للخضار، وفي مورد للفواكه، وفي مورد مثلا لادوات التعليب والتغليف والى اخره. أنت نفرض أو أنت ما استعديته مسبقاً، لكن الآن بديتوا تتخذوا بعض التدابير، أو كنتوا برضو مستعدين مستقبلاً وجيتوا الآن تجربوا السيناريوهات اللي اختبرتوها مسبقاً. لا تتوقعوا كل شيء حيمشي على ما يرام. كل يعني في اتفاقيات كثيرة اتفقتوها مع موردين راح تتفاجئوا بأنه ما راح يلتزم في هذا الوقت. في الكثير بيلتزموا، لكن في بعض التحديات اللي المورد نفسه ممكن يواجهها بسبب كثير من العوائق الآن موجودة، فبالتالي مو قادر يلتزم، ممكن للضغط العالي عليه، ممكن للمواصلات، التوصيل، تحديات تخص التوصيل، ممكن يكون عنده تحديات كثيرة. هو نفس المورد ما عنده خطط والسيناريوهات ولا عنده خطط للطوارئ، حتى مع فرق العمل اللي عنده مو قادر يتصرف، استقالوا تركوا العمل، ما عندهم خبرة، ما هم عارفين يتعاملوا، وضغط العمل أثر عليهم في أشياء كثير. فلما قلت إنه هذه الأزمة راح تخلينا نتعلم، هذه عبارة شاملة شائعة، يعني في كل شيء حنتعلم، ولكن راح تخليك تتعلم في هذه الجزئية، وتخليك تتعلم من شريكك القوي
من شريكك الملتزم، واقصد بعمليه شريكك اللي هو المورد هذا، لانه المورد هذا يعتبر شريك رئيسي لك، من غيره انت ما تقدر تسوي اي شيء. فهذا المورد احد الشركاء الرئيسيين لك. الان في وقت الازمه لازم تعرف شريكك هذا قوي او غير قوي، هل يمكن الاعتماد عليه في الازمه الحاليه وفي ازمات لا سمح الله مستقبليه، ولا لا يمكن الاعتماد عليه. هنا يبان، وهنا نتعلم مين المورد اللي تقدر تعتمد عليه ومين اللي ما تقدر تعتمد عليه أبدا، لا في أي في الأزمة الحالية ولا في أي أزمات مستقبلية لا سمح الله. طيب خلينا نتعرف على مفهوم سلسلة التوريد. إيش هي سلسلة التوريد؟ إيش هي supply chain؟ سلسلة التوريد أو يسموها سلسلة الإمدادات اللي هي supply chain، هي شبكة. يعني عشان لما نسمع هذا المصطلح نعرف إيش هي السلسلة هذه وليس مو سلسلة. هي شبكة فيها التجار اللي هم تجار التجزئة بما فيهم أنت إذا كنت تاجر تجزئة أو المورد لك، فيها الموزعين، فيها الناقلين اللي بيوصلوا، في المرافق كلها اللي تخص التخزين، الموردين اللي بيساهموا أو يشاركوا في إنتاج تسليم بيع المنتج للمستهلك النهائي. مين هو المستهلك النهائي؟ هو العميل اللي بيوصل المنتج النهائي اللي انت بتصنعه، تمام؟ فاذا انت كنت بتعد طعام، حتى لو اتعامل معاك مثلا مطعم او جاء فندق اتعاقد معاك مثلا بياخذ منك كميات، فالمستهلك النهائي هنا مش الفندق. فهمت هذا المثال؟ انا هعيد المثال. نفرض انه انت الان مطعم وجاك احد الفنادق اتعاقد معاك ويبغى ياخذ منك يوميا 100 وجبه غداء، خلاص؟ فانت لما تجهز ال100 الوجبه هذه وياخذها الفندق يشتريها منك، مين المستهلك النهائي؟ المستهلك النهائي العميل اللي بيخدم الفندق، مش الفندق نفسه. فسلسله التوريد تشمل كل هذول، تشمل كل شيء يخص اعداد المنتج او الخدمه، وكل الشركاء اللي يساهموا في انتاجها توصيلها لين ما توصل للمستهلك النهائي على شكل خدمه او على شكل بضاعه. ناخذ مثال على خدمه، اي خدمه، اي خدمات، خدمات التطبيقات. لما بيوصلنا خدمه معينه، مثلا انت استعنت بخدمه اللي بيسووا صيانه منزليه، في تطبيقات كثير مثلا للصيانه المنزليه، فالعميل النهائي هو اللي بتتصلح له المشكله، سواء كانت مشكله السباكه او مشكله الكهرباء في بيته. كل الاخرين هم شركاء بما فيهم التوصيل والمبرمجين، هذول كلهم هم شركاء لهم علاقة في إيصال هذه الخدمة للمستهلك النهائي. وطبعاً سلسلة التوريد أو هذا المصطلح غالباً يعني يطبق ودائماً تلاقوه في العلوم الخاصة بالتصنيع، أو تحديداً تصنيع المنتجات، إلا أنه تقدر كمان تستخدمه برضو داخل الشركة أو خارج الشركة، ويمكن يطبق المعنى على صناعة تقنية المعلومات، زي ما احنا قلنا تقنية الإنترنت والتمويل والعديد من الصناعات الأخرى، زي ما احنا الان طبقنا في مثال تطبيق الاصلاح مثلا الكهرباء والسباكه في البيت، التطبيقات هذه او تطبيقات الفزعه على طرق المواصلات. في بعض التطبيقات لا سمح الله لو مثلا كفر عندك، صارت في مشكله، السياره وقفت، انقطعت عن البنزين، في بعض التطبيقات توصلك المنتجات. ف مفهوم السبلاي تشين او سلسله التوريد لا ينطبق فقط على التصنيع او صناعه المنتجات، يطبق ايضا على الخدمات بما فيها التكنولوجي وتقنيه الانترنت والتمويل وصناعات كثيره اخرى. طيب هنا تكلمنا عن، او في السابق تكلمنا عن سلسله التوريد نفسها، الان خلونا نتكلم عن مفهوم اداره سلسله التوريد. في مصطلح ثاني طبعا يقولوا سلسله التوريدات، يعني سلسله التوريد او سلسله التوريدات هي كلها نفس الشيء. وفيها طبعا المفهوم بشكل عام عن الاداره هذه، انه هي الاعمال او الاجراءات او اللي يتم فيها الاشراف على المواد، المعلومات، التمويل، بينما يتم توزيعها من المورد للمستهلك. تشمل سلسله التوريدات جميع نقاط التوقف الضريره بين المورد والمستهلك، كل شيء ما بين المورد بين المستهلك، وبين كل شيء تديره وتنسق تدفق المواد داخل الشركة إلى المستهلك النهائي. أنت الآن بتدير العملية بالكامل، شفتوا السلسلة اللي احنا قلنا عليها، كل هذول الشركاء وكل الأشياء لها علاقة، إدارتها بحد ذاتها هي هذه إدارة سلسلة التوريدات. وهذا مفهوم حاولت أوصل لكم بشكل
سهل بس عشان توصل الفكرة. وتنقسم هذه الإدارة إلى 3 تدفقات رئيسية، في منها تدفق المنتجات نفسها. هذا الشيء يشمل نقل البضائع من المورد للمستهلك نفسه، يعني أنت المستهلك مو المستهلك النهائي، أنت الآن مستهلك، المستهلك النهائي هو العميل اللي بيأخذ المنتج النهائي. فتدفق المنتجات هذه لك يعتبر أحد التدفقات الرئيسية. تدفق المعلومات برضو في حالة معلومات الطلب، حالة الاستلام، هذه برضو شوفوا هذه الرسمة تحت، بيقول لك أنه مو بس تدفق المنتجات، حتى المعلومات، معلومات الطلبيات اللي أنت بترسلها لما تستلم، كل شيء يخص هذه معلومات مهمة جدا، تعتبر من التدفقات الرئيسية في إدارة سلسلة التوريد. لأنه بدون المعلومات هذه كيف حتتعامل مع المورد، كيف حتصير الطلبات، وكيف حتتحاسب عليها، وكيف حتقيس وصلت ما وصلت، وكيف حتقدر. فهذه أحد التدفقات المهمة اللي هي المعلومات. التدفق المالي يشمل جداول الدفع بينك وبين المورد، شروط الائتمان. شروط الائتمان هذه على السريع، في ناس يمكن أول مرة يسمعوا فيها، ترى العلاقة بينك وبين المورد مش شرط يكون فقط بالكاش، أنه أنا أوصل لك وتدفع. يعني هذه الطريقة التقليدية البسيطة السهلة، وعادة تكون في بداية التعاملات، لكن مع استمرار التعامل بينك وبين المورد تبدأ تصير فيه شروط ائتمان، ممكن ينزل لك البضاعة وتقدر تسدد بعد شهر أو تسدد بعد 90 يوم، أو حالة على حسب السياسات والإجراءات وشروط الائتمان اللي تصير بينك وبين المورد وأي ترتيبات أخرى. فحاولوا تتذكروها هذه بشكل عام. يعني بكل بساطة الإدارة لسلسلة التوريدات فيها تدفق بمنتجات، فيها معلومات عن التوصيل والتسليم والطلب، المعلومات، كل المعلومات اللي تخص هذه الطلبيات والتدفق المالي وكل ما يخص اتفاقيات الفلوس، يعني بشكل عام بينك وبين المورد. طيب، هذا الآن موضوع مهم جدا، نبغى نربط الآن الكلام اللي احنا قلناه والمفاهيم اللي احنا قلناها بالوضع الراهن اللي احنا عايشينه فيه، والأزمة الحالية في على مستوى أعمالنا الحالية. كيف تحضر سلسلة التوريد لمواجهة فيروس كورونا والأزمة الحالية؟ خلينا نشوف مع بعض. أول حاجة لازم، واللي حضر معانا موضوع أمس حق إعداد السيناريوهات، لازم تسوي سيناريوهات خاصة لتقييم إمكانية حدوث تأثيرات مفاجئة وتأثيرها على سلسلة التوريدات. الآن شوفوا وركزوا معي كويس، بالذات اللي حضروا موضوع أمس أو حتى اللي ما حضروا حق إعداد السيناريوهات ما قبل الأزمة. إحنا تكلمنا عن إعداد السيناريو بشكل عام، أوكي، لكل حاجة، ولكن فيما يخص إدارة سلسلة التوريد لازم تبدأ تسوي سيناريوهات خاصة في هذا الموضوع قبل الأزمة، وحتى لو أنت ما جهزت حاول الآن تسويها على أساس تشوف إيش، أو حتى مع أنه خياراتك محدودة ولكن لازم تسوي هذا السيناريوهات. توقع حدوث أمور مفاجئة، خاصة لما يكونوا الموردين الرئيسيين اللي أنت معتمد عليهم في وضع سيء جدا. أعطيكم مثال، الصين أول ما بدأت الأزمة، الصين في ناس كثيرين كانوا معتمدين على الجهات أو الشركات الصينية في توريد البضائع، وعددها يعني سمي الكثير، سواء كانت مفروشات، سواء كانت المستلزمات والمنتجات استخدام اليومي، الملابس، الأحذية، الله يكرمكم، أشياء كثير جدا أتعودنا على البضائع الصينية لأنها متوفرة كثيرة، أسعارها متاحة، وما شاء الله يعني حملات إعلانية كثيرة على تطبيقات قاعدة تجيب منتجات من الصين بأسعار ممتازة، وحتى التوصيل يعني كل ما لهم قاعدين يطورون لوقت قياسي. فما ألومك لو أنت تعودت على مورد من الصين والآن صار الانقطاع، إيش تسوي الآن؟ إيش الحل البديل؟ خلاص أنت قاعد تبيع ملابس، صار عندك زبائن، في عبارة عامية كذا يقولوها الكثير من التجار، يعني كلمة تجار هذا مصطلح التجار يستخدمه، يقول مربي زبائن، مربي زبائن، يعني صار عندك عملاء كثير، يعني هذول العملاء أنت تعبت في جذبهم وفي تجميعهم وفي إبقائهم، وتعبت حتى في موضوع أنهم تخليهم ينمو ويكبروا معاك، الآن أنت صار عندك حصة سوقية من العملاء اللي ما تبي تخسرهم، وهذول العملاء لنفرض أنه أنت عودتهم بأنهم اشتروا منك منتجات معينة مثلا، وكنت تعتمد على الصين في توريد هذه المنتجات، إيش حتسوي الآن؟ حتوقف تماما؟ حتخسر هذول العملاء؟
هتخلي غيرك عشان اوجد حل خارج الصندوق يستحوذ عليهم، لانه على فكره لو استحوذ عليهم ما راح يرجعوا لك مره ثانيه، حتى بعد انتهاء الازمه ما راح يرجعوا لك، حيصيروا ملك هذاك، لانه هذاك حتلاقيه ذكي بما فيه الكفايه بانه طالما هو حصلهم وجذبهم حيجتهد على ابقائهم وعلى كسب ولائهم بكل الطرق اللي انت ما تتخيلها ولا فكرت فيها. فتوقع حدوث تغيرات كثير واشياء كثير تحتم عليك ان انت تعرف ايش الحل البديل. طيب، واحده من الاشياء اللي لازم تسويها بالذات لو كانت الشركه كبيره، انك تسوي مركز عمليات طوارئ شامل عندك، او زي ما تكلمنا امس ان انت تخصص قسم، او تسوي فريق عمل وغالبا ممكن تكون لجنه فيها افراد. وكثير من المنظمات عندها مراكز عمليات، بالذات الكبيره عندها مراكز عمليات طوارئ اللي هم يسموها اي او سي، ايمرجنسي اوبريتنج سنتر. اغلب هذه المراكز لاحظتها من خلال اطلاعي تركز على الأمور الداخلية في الشركة، أو تركز على مثلاً الأمور الإدارية، أو تركز على طوارئ شيء يتعرض له مثلاً مكان العمل، أو ممكن زي ما تشتغل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي. في كثيرين يفتقدوا مسألة النظرة الشمولية حتى فيما يخص البيئة الخارجية والتعامل مع الموردين. عشان كذا من المهم جدا جدا انه انت تنتبه لمصدر التوريد للمنتجات والخدمات عندك الاساسيه اللي انت تحتاجها في اعاده تصنيعها او في استخدامها لايصال المنتج النهائي للمستهلك. فلازم لما يكون عندك فريق عمل او لجنه او مركز طوارئ برضو اللي فيه يسوي سيناريوهات لما يخص اداره سلسله التوريد. معرفه جميع موردينك، وهذا الكلام اللي احنا قلناه مسبقا لما قلت لك الان راح تعرف المورد الحالي اللي انت بتتعامل معاه هل تقدر تعتمد عليه او لا، هل الان التزم، تكلمته مثلا حتى لو سويت مرحله في مرحله الاعداد تكلمت معاهم، اذا اللي حضروا امس مثلا ذكرنا مصطلح باللغه الانجليزيه اللي هو surface level agreement اللي هو اتفاقية مستوى الخدمة. ممكن تسوي اتفاقية مستوى الخدمة الآن مع أحد موردينك، أو أصلا هي يعني غالبا لازم تصير. فهل حيتم تطبيق الشروط والأشياء اللي في اتفاقية مستوى الخدمة العادية في الظروف العادية؟ أكيد لا، أكيد لا، أنا بأكد لكم تماما، في يعني أكيد لا. حتى لو كانت أعمال عن بعد، حتى لو كانت أمور تقنية ما لها علاقة بالعمل في مقر العمل أو التجول أو التوصيل، برضو اكيد لا، لانه العالم كله قاعد يعني يتعرض لضغط يعني حتى على المستوى النفسي حتى على مستوى الاداء. فلا تتوقع انه اتفاقيه مستوى الخدمه هذه راح تخدمك في الظروف العاديه، ولكن لو كان عندك اتفاقيه مستوى الخدمه لحالات الطوارئ، هنا تبدا تشوف الموردين اللي انت بتعتمد عليهم في الخدمات او المنتجات مدى التزامهم في هذه المرحله معك، وتبدأ برضو تقيم كيف لا سمح الله مستقبلا، يعني حتى لو إن شاء الله ربي يعني سهل وخلاص انتهت هذه الأزمة ورجعت الأمور لطبيعتها، أنت لازم تتخذ قرارات، لأنه ممكن لا سمح الله تصير أزمة ثانية، مو لازم نفس الأزمة، ممكن أزمة من نوع مختلف. فالآن أنت بعد ما جربت موردك هذا، هل راح تستمر معه أو ما راح تستمر معه؟ هذا طبعا بيرفع المسؤولية والضغط على الموردين بأنهم برضو يفكروا خارج الصندوق، لأنه أنت عميل مهم للمورد، وقد يكون الآن هي شركتك متخصصة في توريد أشياء معينة لشركات أخرى أو منظمات أخرى، بتأخذ هذا المنتج النهائي حقك في تصنيع خدمة أو منتج يروح للمستهلك النهائي، تمام؟ فبرضو المورد الآن عليه ضغط، نفس الضغط اللي عليك، إنه ما يبغى يخسرك كعميل عشان أنت لا تروح لمورد آخر، وبالتالي بيخسر من الحصة السوقية الخاصة فيه. معرفة جميع مورديك، يعني هذه في مرحلة السيناريو، لما أنت تقعد تسوي أكثر من سيناريو، حط الموردين حقونك كلهم قدامك، مين اللي تقدر تعتمد عليه، مين اللي ما يعتمد عليه، مين اللي فشل الآن في الالتزام معاك، مين اللي يقدر، مين اللي تقدر تعتمد عليه. فهذه أشياء مهمة جدا لازم تسويها قبل وبعد. فهم نقاط ضعفك الحرجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف المخاطر، وهذه نقطة مهمة جدا برضو، وهذا لازم أنت تسويه الآن. أنت يعني
أكيد أنت إذا كنت مسؤول تعرف نقاط ضعفك، لكن يتطلب كمان الآن تختبر هذه المسألة وتتأكد منها تماما مع فريق عملك أو المدراء، وتشوف مدى جاهزية كل الإدارات والأقسام عندك في أن تقوم بأعمال معينة. فين نقاط الضعف؟ وما في مجال للمجاملة، لازم نعرف نقاط ضعفنا الآن، لازم نواجهها عشان نتخذ الإجراءات اللي تخفف من المخاطر ومن الأضرار اللي راح تصير لنا في ظل هذه الأزمة. فلدى العديد من سلاسل التوريد التبعيات تعرض الشركات للخطر، والأمثلة على ذلك عندما تعتمد شركة على مورد لو منشأة واحدة لها حصة كبيرة في السوق. في بعض الموردين يعني تلاقيه مستحوذ على السوق، تلاقي في نوع من أنواع الاحتكار، تلاقي ما في غيره، هذا هو بس اللي بيجيب المادة الفلانية ولا بيبيع المنتج الفلاني. فانتبه، ترى هذه مخاطرة كبيرة، يعني إذا أنت بتعتمد على مورد واحد هذه مخاطرة، وحنيجي في النقطة اللي بعدها ونشوف. بس عندنا مثال شركة أبل، جوالات آيفون والتابلت أبل معروفة، وكثير منكم الآن حتى بيحضر هذا السيشن وهو مع أبل، وكثير كمان من شركات المصنعة لمعدات السيارات. في خلال الأزمة يعني تكشفت حقائق كثير، إنه كثير منهم كان معتمد على المنتجات الصينية الخاصة بالأجزاء الصغيرة اللي تدخل في تصنيع هذه الأجهزة. أبل كانت معتمدة على الصين بشكل كبير، شركات تصنيع قطع غيار سيارات كثيرة كانوا معتمدين على الصين. مو معناه أنه أبل بتصنع آيفون بالكامل في الصين، ممكن، ولكن في أجزاء كثير من الجهاز حق آيفون ولا التابلت ولا هذا بيصنع في الصين أو يعتمد على الصين في تصنيعه. ممكن يكون إطار، ممكن يكون شيء معين، ممكن، المهم في أجزاء قليلة أو كثيرة لهذه الشركات كانوا معتمدين عليها الصين. الآن مع أزمة كورونا صار عندهم مشكلة في الإنتاج. إيجاد خطط لاستمرار تصريف أعمالك التجارية، لازم الآن تفكر كيف أتصرف. يعني ما ينفع تتحمل أو تتخذ قرار أنك تغلق بشكل كامل وتخسر كل هذول العملاء. حاول تفكر، طلع خطط كيف أنا أستمر في تصريف أعمالي. طبعا هذه الخطط المفروض حتى تكون من قبل، في يعني وتكلمنا امس عن التخطيط الاستراتيجي للازمات. وكمان انصحكم حتى لو انت الان زي اللي ما سويت ولا شيء قبل الازمه، في وسط الازمه جيت تشتغل، نعم تقدر الان برضو حط خطط صغيره وحط خطط احتياطيه، اخترع اشياء جديده. لازم يعني تخطط للشيء هذا. في السطر الاخير لاحظ فيه كلمه مهمه جدا، أشرك مورديك وزبائنك في وضع هذا الخطط. وهذا موضوع مهم جدا جدا جدا، يعني قد يكون من أهم المواضيع اللي نتكلم عنها في هذه الجلسة. لما تحط خطط بديلة للأزمات وتبدأ تتكلم أو عن الموردين، لا تخطط لوحدك، لازم تجلس في طاولة حوار مع الموردين حقونك لما تتفقوا على مثلا اتفاقية مستوى الخدمة في حالة الأزمات والطوارئ. ولازم كمان تسمع من المورد حقك ايش اللي يقدر عليه وايش اللي ما يقدر عليه بكل شفافيه وكل صراحه، وما في مجال للمجامله هنا. يا اقدر يا ما اقدر، واذا اقدر اقدر على ايش وقديش، وايش المده اللي اقدر اسلم فيها، وايش الكميه اللي اقدر اسلمك فيها، وفي حال ما قدرت اسلم ايش العقوبه او الشرط الجزائي اللي يطبق عليه. لازم، والشرط الجزائي ترى هذا شيء مهم جدا، تقدر تستشيره فيه أصحاب الخبرة القانونية والمحاميين دائماً، بالذات المتخصصين في القانون التجاري يساعدونكم في صياغة هذه العقود مثلاً والاتفاقيات. دائماً في شرط جزائي، لا 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 تغفلوا عن هذا الشيء. شرط جزائي معناه إذا أنت ما قدمت لي الخدمة في الوقت المتفق عليه وبالطريقة وبالجودة المتفق عليها أو أي شيء، إذا خليت بأي بند من بنود هذا الاتفاق، فيا أنه يدفع غرامة يا أنه يعرض، يعني في عقوبة، في شرط جزائي هنا اللي هي العقوبة، فانتبهوا لها. ونفس الشيء أشرك حتى عملائك، بالذات العملاء الرئيسيين، بالذات العملاء المهمين. ليش قلت أشرك عملائك؟ لأنه أنت ممكن يكون طبيعة عملك أنه أنت مورد للآخرين، فروح للعملاء الرئيسيين واجلس معهم على طاولة حوار قبل وخلال الأزمة كمان، وتكلموا لا سمح الله إيش كان حيصير. يعني مثلا في مرحلة بداية أو ولادة الأزمة لما بدأت في الصين وكذا، كم من، إذا كنتم أنتم موردين أسأل نفسك الآن، هل جلست في طاولة حوار مع عميلك الكبير الرئيسي واتفقت معه أنه كيف راح تتصرف ولا سمح الله لو صار أي شيء؟ فهذه خطوة مهمة جدا، لازم تشركوا فيها عملائكم، ولازم
تشركون بعد فيها الموردين الخاصين او اللي انتم معتمدين عليهم في توريد اي شيء يخص عملكم. راجع تصميم سلسله التوريد لديك. سلسله التوريد لازم هي عاده في الشركات يكون لها تصميم محدد. وفي شغله هنا بقول لكم عليها، انه في كثير من الشركات في ظل الظروف الاعتياديه كانت تفترض انه سلاسل التوريد اللي هي زي ما احنا قلنا تشمل الموردين، القطع، التوصيل الى الى الى، كانوا يفترضوا انه يقول لك هذه السلسله والمواد اللي فيها تنساب بحريه على الصعيد العالمي، يعني انا في كل مكان اقدر اشتغل. يعني انا مثلا شركه جنرال موتورز للسيارات او شركه فورد، عادي اقدر اصنع في الهند وفي موارد بشريه في الهند وفي حديد في الهند وفي اقدر اسوي كل شيء في الهند او اسويه في الصين. وهذا هو مبدا العولمه او الجلوباليزيشن، يقول لك انه انا مو بالضروري انا شركه امريكيه انه انا اشتغل فقط في امريكا، اقدر اشتغل في اي مكان في العالم. تمام. ولكن وطبعا برضو اللي هو الانتاج والتوزيع في المواقع الاقل تكلفه، يعني هذا السبب اللي كان يخلي مثلا الشركات في الدول اللي يكون الانتاج فيها او الاجره فيها عاليه يتجهوا للدول اللي الاجور فيها اقل والتكاليف فيها اقل. لكن الان بعد ما شفنا ازمات كثير، يعني بالذات يعني خليني انا ما احب صراحه يعني اللي فينا كافينا الحين، وما احب اذكر ازمات ثانيه برضو مرينا عليها، ولكن على سبيل المثال انه لما صار مثلا مشكله مثلا بين الصين وامريكا، هذه اثرت في الاقتصاد، اثرت في اشياء كثير. تسمع عن شركه هواوي كيف تعرضت لمشاكل، انسحاب بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ازمه فيروس كورونا، هذه كلها ازمات الان مرينا عليها وكلها تطعن في صحه الافتراض هذا اللي قاعد يقول انه انا اقدر اروح او اصنع في اي مكان في العالم بكل اريحيه واضمن استدامه العمل. الان ما صار فيه استدامه، لانه الان لما انت كنت اعتمدت على الصين، الصين يعني ما قدرت الان توفر لك المنتجات اللي انت قاعد تاخذها منها، او اذا كنت فاتح شركه في الصين غالبا ما حتقدر تشتغل فيها. فبالتالي الان لازم تاخذ في عين الاعتبار خطط بديله وسيناريوهات بديله، ما تاخذ هذا بس الافتراض انه انا اقدر اكون عالمي اشتغل من اي مكان في العالم هو الخيار الوحيد لك، لازم يكون عندك حلول بديله. طبعا من المهم جدا انه انت يكون عندك تصميم رشيق، احنا نسمي الاداره الرشيقه اللين مانجمنت، يكون عندك اسلوب رشيق لأجل يضمن لك السرعة في الاستجابة لأي متغيرات. خلاص تكون مرن، تكون سريع، تكون رشيق، تقدر تتخذ قرارات بسرعة. السؤال المهم، كيف الشركات المفروض تصمم سلاسل توريد تخليها تشتغل بفعالية في ظل هذه الظروف الشديدة وسريعة التقلب؟ لأنه المستهلكين ما يقدروا يتحملون استجابة متأخرة منك. يعني إذا أنا الآن أبغى مقاضي وأنا قاعد في البيت وما أقدر أطلع، ما اقدر اتحمل انت ما تجيب لي المقاضي الا بعد 5 ايام، ما اقدر اتحمل انه انا مثلا الشيء اللي كان ياخذ مني يومين يوصلني استنى شهر، ما اقدر لانه انا محتاجه الان. فالمستهلك ما يقدر يتحمل الاستجابه المتاخره، فالسرعه مهمه جدا، وخليها في بالك بالذات في تصميم سلسله التوريد الخاصه فيك. في خيارات كثيره تتضمن منها، يعني كل خيار له مستوى مخاطره وكمان تكلفه معينه. فخليني أعطيكم بعض الأمثلة أو أعطيكم مثالين لتصميم أو إعادة تصميم سلسلة التوريد الخاصة فيك. يا أنك تعيد تصميمها بالاستعانة بموارد أخرى، موردين ثانويين، أو أنك تعيد تصميمها وتعتمد على المصادر المحلية اللي قريبة منك في نفس الدولة أو في نفس البلد أو في نفس المنطقة. طبعاً كل أسلوب من هذه الأساليب له مخاطرة وله تكلفة معينة، نأخذها كده واحد واحد. فإذا أنت كنت مثلاً بتشتغل مع الصين وبتورد مثلاً، خلينا نأخذ على سبيل المثال أثاث من الصين، فاعتمادك الوحيد على الصين يعتبر مخاطرة. شوف الآن في ظل هذه الأزمة، يعني المفروض تكون تعلمت. لما يكون عندك مورد ثانوي مثلاً في أستراليا ولا في أفريقيا، مو بس في الأزمة الحالية، لأن الأزمة الحالية يمكن بتواجه وصلت لمرحلة عالمية الآن، ولكن حتى في الأزمات الأخرى لازم تفكر أنت حتى بعدين لقدام مو بس الآن. لو كان عندك مورد آخر في أستراليا أو في أفريقيا أو في أي مكان آخر،
انت كذا صار عندك خيار ثانوي يوفر لك قدره احتياطيه لانقطاع الامداد والانتاج من الصين، صار عندك مقر اخر، تخفف القدره الاحتياطيه من خطر الزعزعه من خلال ان انت قاعد توزع على مصدرين. دائما يفضل انه في مصدر ثاني خارج منطقه المصدر الرئيسي، خارج منطقه، يعني لو في الصين خارج منطقه الصين تماما، مو في الصين واحد ثاني في الصين، لا كذا هذا ما هو مصدر ثانوي. الصين شوف لك مصدر اخر في مكان اخر. وهذا التصميم بيخفض من الخطوره لانه بيرفع التكاليف، لانه كون انه انت قاعد تشتغل مع جهتين، ممكن يكون عندك مستودعين، ممكن يكون عندك سفر لدولتين، ممكن يكون عندك، فحيزيد عليك التكلفه، فالتكلفه هذه راح تزيد من سعر الوحده الانتاجيه او المنتج النهائي اللي انت بتقدمه لعميلك. الاسلوب الثاني لتصميم او لاعاده تصميم سلسله التوريد اللي هي كيف تعيد تصميمها من اجل انك تزود نفسك بمصادر محليه. برضو يعني خلينا نشوف ايش المزايا اللي فيه. طبعا هذا التصميم يستدعي انه يكون في موردين فعلا محليين، وبيخفف من المخاطر زي المثال السابق، اكيد بيخفف اذا انت كنت تعتمد فقط على الصين في استيراد مثلا المفروشات، صار عندك هنا مورد محلي، ممكن المورد المحلي هو يصنع، ممكن يكون مصنع او ممكن يكون منجره او مجموعه من المناجر اللي هم بيشتغلوا فيها وبيصنعوا الاثاث اللي انت عاده بتبيعه، او ممكن حتى توفر لعملائك خيارات اثاث جديده، كانه يلا هذه منتجات جديده نزلنا لكم اياها. تمام؟ هذا الخيار بيخفض التكاليف، ولكن خلينا نتكلم عن التكاليف، بيخفض اقصد المخاطر، ولكن التكاليف بيخفض تكاليف النقل، لكن ما بيخفض التكاليف العامه، لانه ممكن التكاليف المحليه او التصنيع المحلي عندك اعلى من التكاليف مثلا او من قيمه الشراء هناك، ولكنه بيخفض لك تكلفه التنقل لانه جنبك، يعني ما راح تحتاج انه انت مثلا تستورد وكونتينرات وتخليص جمركي والاشياء هذه كلها. هنا الميزه اللي في المصادر المحليه. طيب، امور لازم تاخذها بعين الاعتبار، ناخذها كده على السريع ونبدا نشوف الاسئله. اللي تكلمنا عنه اليوم هو مجرد تبسيط، يعني اخذنا مفهوم وتبسيط لخيارات اعاده تصميم سلسله التوريد عليك، نحاول تاخذ المفاهيم العامه وعلى مستوى البزنس الخاص فيك حاول تتعمق اكثر او تسال المرشدين والمستشارين المتخصصين في مجالك يعطوك اكثر فيما يخص سلسله التوريد. هذا تبسيط للعديد من خيارات التصميم التي تستطيع الشركه اتخاذها، تقليل المخاطر، ضمان قدرتها على الاستجابه مع العميل. اختيار التصميم يعني يخليك لازم او يتعين على الشركات قياس تكاليف كل تصميم زي ما احنا شفنا، هذاك تكلفته عاليه، هذا تكلفته اقل، على اساس او يعني تشوف ايش التاثير، تاثير كل تصميم على مقدرتك في تلبيه الطلبات الخاصه بعملائك. هنا هذه النقطه الاخيره نقطه مهمه، لانه اعاده تصميم سلسله التوريد عليك ترى ما هي شغله تسويها مره واحده. يعني انت الان سويتها في ظل الازمه الحاليه، في ظروف اخرى هترجع تصمم سلسله او الاستراتيجيه او الطريقه هذه تصمم سلسله التوريد الخاصه فيك على حسب المعطيات. يعني ممكن تكون ازمه بس المعطيات اللي فيها ما فيها مثلا حظر تجول ولا فيها ولا فيها ولا فيها، لكل ازمه زي ما قلنا حتى امس، لكل ازمه خصائص ومعطيات محدده، فانت كل مره في كل ازمه في كل تحدي ترجع تصمم سلسله التوريد الخاصه فيك بالمعطيات اللي عندك. الان نروح للاسئله، نشوف ما شاء الله ما في، ماني شايف الا اسئله اداريه، انا ماني شايف الا اسئله اداريه. انا حافتح حطلب من الاخوان يفتحوا الشات، لو في اي سؤال على الشات على السريع اعطونا اياه، في مجال معانا 5 دقائق. اي احد عنده سؤال الان يقدر يتفضل، ممكن نحاول نجاوب على الاسئله. طيب ناخذ
ناخذ سؤال: كيف يتم التعامل مع المدير التنفيذي الذي يرفض التعامل مع التقنية كجزء من الحياة اليومية؟ والله هذا سؤال مهم جدا. التقنية مهمة جدا. إذا مديرك أو متخذ القرار هو يرفض التعامل مع التقنية للعمل عن بعد، فهذه مشكلة بصراحة. وإذا أنت موظف، يعني حاول الآن تنقل له المعلومات اللي انت تحصلت عليها، وكيف انه في منافسه، وكيف انه تقنيه المعلومات راح تعطيك قدره تنافس اقوى، وكيف انه المفروض تحافظ على العملاء، وكيف يعني اشياء كثيره اليوم تكلمنا عنها في ظل الحفاظ على العملاء. الحصه السوقيه تبعك لا تخسرها، لا تخسر عملائك، وضروره استمراريه الاعمال. يعني حاول توصل الفكره هذه بشكل جيد وربما يقتنع. في سؤال آخر يقول: في بعض الأحيان تكون المشكلة مو من المرادين في بعض المنشآت، ولكن على التجمعات مثل الزواجات والحفلات. ما فهمت هذا السؤال. ناخذ سؤال ثاني: هل من المنطق أن أبدأ في تجهيز كافي لافتتاح بعد العيد؟ والله شوف، يعني هذا سؤال جيد على فكرة، لأنه في كثير الآن بيفكر وكان قاعد يخطط وكان قاعد يسوي نموذج عمل، وكان في كثير من الدورات السابقه للازمه اللي انا شخصيا كنت ادرب عليها، مثل زي معسكر تاسيس المنشات وغيره. كان في كثير من المتدربين بصدد انهم يبداوا مشروع الان. انا انصحك الان تبدا تراجع شخص مختص في اللي انت قاعد تسويه. فاذا انت تبغى تسوي كافيه او مطعم، اسال المتخصصين والمرشدين والمتخصصين في هذا المجال. طبعا انا انصح الجميع بمتابعه حساب تويتر اللي مراكز دعم المنشآت، لانه من خلال الحساب هو راح يدلكم كيف، او الروابط او اللينكات او الصفحات او الطرق اللي تتواصلوا فيها او من خلالها مع المرشدين المستشارين الخاصين بمراكز الدعم. وفي كثير من المستشارين والمرشدين اللي متخصصين في اشياء محدده، يعني في اللي في مجال المطاعم، في اللي في مجال تقنيه المعلومات، في اللي في التجاره الالكترونيه. فاسالوا المتخصصين، ومو بس تسالوا المتخصصين، اسالوا اصحاب الاعمال التجار. أعتقد إحنا الآن في فترة فيها انفتاح وفيها تعاون رائع قاعدين نشوفه من كثير من أصحاب الأعمال ورواد الأعمال، بمشاركة تجاربهم، بإتاحة نفسه وكل ما عنده من علم وقدرة في أنه هو يعطي المشورة في المجال هذا المحدد. فنصيحة: ارجع للمتخصصين وأصحاب الخبرة في مجالك ويسألهم. طيب، ما انا شايف اي اسئله اخرى. نرجع للكويشن اند انسرز، يمكن في احد كتب في هنا اسئله جات: البعض يعترض على رفع كميه المخزون. المخزون حيكون له موضوع متخصص بكره باذن الله تعالى، راح نتكلم عنه ونشوف مفاهيمه الاساسيه، وراح نتكلم على هذا الموضوع في ظل الازمه الحاليه. هل مركزيه الاداره في الازمه انسب للابتعاد عن التشتت؟ هذا سؤال ممتاز جدا. شوفوا، إذا كنا بنتكلم على المركزية أنه شخص واحد أو متخذ قرار واحد، أنا ما أنصح بهذا الشيء. إذا كان المقصود بالمركزية أنه يكون في لجنة فيها فريق عمل، هذا الفريق فيه عضو من كل إدارة من الإدارات الخاصة بالشركة أو المنشأة أو المنظمة اللي أنتوا فيها، وكلهم عندهم من المرونة ومن الصلاحيات و و و وتتوفر فيهم المزايا والخصائص اللي ذكرناها أمس، ويكون قائدهم في من المهارات والكفاءات القيادية والمعرفة والخبرة اللي تكلمنا عنه أمس، إذا كان هذه المركزية مقصود عنها في فريق العمل أو في الإدارة المختصة في إدارة الأزمة، فبالعكس هذا الشيء صحيح. أما إذا كانت مركزية على شخص أو شخصين أو مدير أو مديرين هم اللي قاعدين يقولوا إيه أو لا، يعني بالابتعاد عن إشراك الجميع الفرق العمل معاهم في التعاون مع بعض كفريق واحد نحن نشتغل، لا، أنا أعتقد في ظل الأزمة الحالية هذا تصرف خطأ. في بعض الأسئلة خارجة تماماً عن الموضوع، يعني هل من ممكن عرض الفكرة على المستثمرين أونلاين؟ هذا في موضوع العمل عن بعد، كان يعني من الأجل أن احنا نسأله في الجلسة السابقة، ولكن حجاوب عليه. ليش لا؟ ليش لا؟ إذا المستثمر منفتح للفكرة أنه يجتمع معك أو معك أونلاين عشان تعرض فكرتك وتعرض البرزنتيشن تبعك وتعرض نموذج العمل، وتكون مسوي الملخص التنفيذي وكل شيء وخطوات العمل وكل شيء وخطط العمل، وهو منفتح لهذا الشيء، ليش لا؟ بالعكس اشجع له، لانه بالامكان انه يصير عن بعد، ليش لا؟ طيب،
ناخذ اخر سؤال، اخر سؤال وخلاص ننتهي. البعض يقول ان العائد على راس المال يتاثر برفع المخزون لانه جمد حركه السيوله. شوفوا هذا السؤال انا الان راح احدد عليه كذا وراح انسخه وبخليه في بالي عشان نجاوب عليه بكره. بكره عندنا موضوع اداره المخزون، وراح باذن الله تعالى نتطرق لهذه المساله ولهذا الانواع من الاسئله باذن الله تعالى ونجاوب عليها. وبكذا نعتبر انه احنا انتهينا من جلسه اليوم. الله يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم، واشوفكم في الموضوع التالي. تمام.